جزاكم الله خيرا. ما المراد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا فليس منا؟ على ظاهره من غشنا يعني غش المسلمين في البيع أو في الشراء أو في النصيحة ولم يبين لهم وجه الصواب بل خدعهم، فهذا ليس من المسلمين، لأن ليس من أخلاق المسلمين الغش، فالذي يغش خلقه غير أخلاق المسلمين المؤمنين، فهو ليس منهم، وهذا من باب الوعيد، ليس معناه أنه يكفر ويخرج من الملة، لكن معناه أنه وعيد شديد.